يوجد في قريتنا بعض العادات، ومن هذه العادات أن النساء تعودن على عدم لبس الحجاب الشرعي ويخرجن كاشفات الوجوه، وعند النصح لهن يردين بأنهن يستحيين من لبس الحجاب. أرجو منكم أن تنصحوا هؤلاء وتبينوا خطر السفور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب الحجاب على المسلمات، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية، فأمر سبحانه وتعالى النساء بغض البصر وحفظ الفرج والحجاب، لأن الحجاب وسيلة من وسائل حفظ الفروج والابتعاد عن الفتنة. قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان الخطاب في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لنساء المؤمنين، بدليل قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن طهارة القلوب مطلوبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن، وكذلك لجميع المسلمين. الحجاب أمر واجب لا بد منه، وهو أمان من الفتنة وصيانة للمرأة وكرامة لها. والحياء الذي يمنع من الحجاب هذا حياء منقوص، لأن أمور الدين لا ليس فيها حياء، إنما الحياء في تركه. هذا من العجائب أنهن يستحيين من الحجاب ولا يستحيين من السفور. الواجب العكس، يستحيين من السفور ونظر الرجال إليهن. فالواجب على المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي. نعم.